عربت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن شكرها لدور مصر في السماح بإدخال وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وأشارت في تصريحات من مطار العريش لأن قطاع غزة أصبح منكوبا، حيث تعرض أكثر من 60% من البنية التحتية للهدم جراء العدوان الإسرائيلي على أراضي القطاع. لهذا العمل العظيم لاستقبال كافة المساعدات لإدخالها من خلال وإلى رفح، كل هذه الجهود هي جهود ليس سهلة، جهود كبيرة جدا، وبالتالي كل الشكر وكل الامتنان إلى الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية. قطاع غزة هو قطاع يعني أصبح منكوبا بصراحة، لأن 60% من البنية التحتية تهدمت من جراء هذه الحرب الظالمة، الحرب الهمجية الإجرامية على قطاع غزة. وبالتالي أولا المستشفيات، من أصل 35 مستشفى هناك 26 مستشفى لا تعمل، وتم قصف مجموعة كبيرة من المستشفيات، وأهم مستشفى الشفاء التي عتت به فسادا وحولته إلى ثكنة عسكرية إسرائيل، وهذه ضد الأعراف الدولية وضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني.